إنهم أصحاب القمصان البيضاء، وصلوا إلى ساحة التحرير بوسط بغداد تلبية لنداء زملائهم من معتصمي ساحات الاحتجاج بعد أن حاولت القوات الأمنية يوم أمس إخلاء ساحاتهم بالقوة. آلاف الطلبة من أنحاء مختلفة من بغداد وصلوا على شكل مجامع إلى ساحات التحرير والخلان والطيران ونفقوا التحرير، وهم يحملون الأعلام العراقية مرددين شعارات مؤيدة لمطالب المعتصمين. هاي التظاهرة خصوصا هاي المرة هاي الجاية كانت أهم جاية تقريبا لأنه صار إعلان للمتظاهرين الموجودين بالساحة، نفس ما شفتوا البارحة وأول البارحة صار انسحاب، وهذا هو تأييد وشد على عزائم المتظاهرين. وشايف إخوتنا الثوار ما سوانا إنه نجيهم، والبارحة قالوا مساعة فرقة من الثوار، إحنا جينا مساندة لهم حتى لقينا فرقة الساحة وإحنا مناصرين لهم. ساحة التحرير في وسط بغداد بدت اليوم مزدحمة بالمتظاهرين، زخم جاء ليعطي انطباعا إن انسحاب مناصري ومؤيدي التيار الصدري تلبية لدعوة زعيمهم مقتدى الصدر بترك ساحات الاعتصام لم تؤثر عليهم، وإنهم مصرون في الاحتجاج لحين تلبية جميع مطالبهم في اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة والتوجه نحو انتخابات مبكرة. احنا هنا ما نرجع، هنا الشعب العراقي زين، وهي رسالة لكل الشباب كلها خطتنا فضل الاعتصامات ما يقدروا يفضونها، ما عندهم كل وسيلة الا يذبحون الشعب كله. وكانت ساحة الاعتصام في بغداد قد شهدت مساء أمس زخماً كبيراً وفعاليات احتجاجية مسائية استمرت إلى وقت متأخر، جاءت عقب اشتباكات بين القوات الأمنية والمحتجين في ساحتي الوثبة والخلاني، وأسفرت عن إصابة عدد من المتظاهرين. عبد الحميد زيباري، الحرة.